Thank you.
solutions. يعني way بعد كده يبتدي هو يشيل. نعم. علشان خاطر تكون خلاص بقى يعني مفيش امل تاني غير ان انت تقدر تشيلها وتحطها في ده. تمام؟ بيديله اطول فتره ممكنه وهو معاه الدرس بتاعته. انت هتدخلي فوق الفتره. الدرس الجديده دي فوق الفتره، لكن دلوقتي ما بقتش كده يعني دلوقتي ما بقوش بيستنوا جاست ان هو بيشوف ان في بدايه فتره كان بيشيلها على طول. تمام؟ زي ما بتقول العائله الدرس بتاعته. يعني ايه في الوظيفه؟ اشهر حاجه بيحصلها في الحكايه دي الابو لايك بروتين بي.
كتير قوي فيقلل الجلوكوز فيحصل له برضه فوق يعني ولا كده هيحصل ولا كده هيحصل بس طبعا هو الموضوع مش بسيط كده يعني ثلاث ارباع المصريين عندهم سكر والحمد لله ربنا ماشيين كويس مفيش مشكله ايه بقى الهايبرجلايسيميك كوما الهايبرجلايسيميك كوما من اسمها يعني زياده في الليفل بتاع الجلوكوز تعالى نعرف يا ترى ليه بيحصل هايبرجلايسيميك كوما معلش هغلس عليكم شوية بس الهايبرجلايسيميك كوما مش واحدة هما للأسف اتنين ليه اتنين؟ ما واحدة بقى تحصل في التايب 1 وواحدة تحصل في التايب 2 متفقين؟ الهايبرجلايسيميك
في المقابل ايه اللي بيحصل؟
sẽ có những người có nghe